الاهلي والعين هذا انعكاس لما تعيشه الدولتين من علاقات تعتبر نموذج على مستوى العالم. الاهلي بيصل دلوقتي ل 154 بطوله يا استاذ يعقوب، من وجهه نظر حضرتك ايه البطوله الاغلى في تاريخ النادي الاهلي؟ كل البطولات غاليه، اتصور الشامبيونز ليج الافريقي هي البطوله المميزه بالنسبه للنادي الاهلي، وانقطعت فتره ومع عوده كابتن محمود الخطيب لمجلس الاداره تعود بطوله الشامبيونز ليج الافريقيه مره ثانيه للنادي الاهلي، وكل بطوله لها طعم مختلف كابتن مسامه. انا اتصور كل البطولات سواء محليه او قاريه او عالميه هي بطولات كل واحده لها طعم مختلف. تمام، ممكن الاهلي يواصل المشوار في بطوله الانتر كونتيننتال وتكون المفاجاه ان شاء الله السنه دي ان الاهلي يلعب الفاينل امام ريال مدريد؟ والله لو وصل مش حتكون مفاجاه يا كابتن اسامه، والاهلي يستحق انه يكون يلعب النهائي، وهذا بالتاكيد ما نتمناه، وما راح يعني الموضوع صعب، بس في نهايه اليوم هذا الاهلي ما في شيء يصعب على الاهلي، وفي المباريات الكبيره يظهر معدن لاعب الاهلي، والبطولة أو المباريات سوف تقام في بلد عربي، فأعتقد بفرصة كبيرة جدا للنادي الأهلي أن يصل إلى المباراة النهائية. النهاردة عيد ميلاد الكابتن الكبير محبوب الأهلاوية الكابتن محمود الخطيب، أستاذ يعقوب السعد النهاردة يقول له إيه؟ وشفنا كمان لفتة رائعة في تتويج نادي الأهلي امبارح كابتن الأهلي محمد الشناوي وحرصه ان الكابتن محمود الخطيب هو اللي يرفع كاس البطوله. انا اقول له طبعا كل عام وكل لحظه والكابتن محمود الخطيب بالف خير وصحه وسعاده.